طبعا سعود ما شاء الله وصل فوق وبطريقة مرة احترافية، وأنا إن شاء الله تعالى بأطلع نفس الطريقة. الدور وصل على خالد. شد يسار ادفع يمين. يلا بسم الله. يلا بس يدك اليسار لا تفكها، خلها نفس مكانها وادفع. أيوة لا تفك يدك اليمين أبدا. يا لا 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 وصلنا. لا 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 وصل وصل. ريح شوي. حلو. كافو ابو خلود. ياس. ها شلون؟ يا حلوه. في حياتي كلها كان نفسي اتعلم حاجتين، الغوص، والحاجه الثانيه اللي كان نفسي اتعلمها من زمان هي تسلق الجبال بالحبال، والحمد لله اتقنتها اليوم. يعطيكم العافيه. احنا الان جاهزين، جاهزين للانزال لخوض افضل تجربه وافضل مغامره. سعود ارتدى الادوات الاساسيه المطلوبه، خذت الراس وما نسى القفازات. يلا انا رايح، اشوفكم تحت ان شاء الله. اول مره اسوي انزال في السعوديه ومتحمس. انا لفت نظري هنا وانا نازل في مثل الاصداف البحريه، فيبدو ان المنطقه بالكامل اصلا كانت مغموره بالمياه. يسار يسار كابتن سعود. يلا خالد شوف تحت. ها يلا مع السلامه كابتن سعود. احسن يا كابتن. فعلا للجبال رهبه، فعلا جبال عظيمه جدا. انا اعتبرها كائنات حيه فعلا، تحس وتسمع، واذا اعطيتها تعطيك، واحترامها واجب. دقيقه بس مسكت ال ايش هي الشال مسك.